السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، مع المجلس 68 من مجالس التفسير، ووصلنا إلى الآيتين 76 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ بالسادسة بعد 100، وهي قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بداية لابد أن نذكر أنفسنا دائما بما يسمى التناسق في ذكر المفردة القرآنية، حيث لابد أن نضع في الأذهان أيها الإخوة والأخوات أن المفردة القرآنية تأتي دائما بالمعنى ذاته في السياقات التي تذكر فيها في القرآن، ولابد أن نضع هذا دائما في الحسبان عند التعامل مع هذه المفردات في مواضع مختلفة. فالمفردة التي في هذه الآية هي قوله تعالى: ما ننسخ من آية. آية كما تعلمون في اللغة العربية تعني الدلالة والعلامة. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قد جئتكم بآية من ربكم، إذن هي دلالة وعلامة وبرهان ومعجزة تدل على صدق المدعي وعلى دقة المدعى. إذن لا يجوز أن نخرج هذه المفردة عن سياقها إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن السياق التي وردت به في القرآن الكريم. إذن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا تنسجم هذه الكلمة مع مثيلاتها في القرآن الكريم. إذن هنا ليس المقصود بهذه الكلمة الآية القرآنية والكلام عن النسخ كما ذكر المفسرون في مواضع كثيرة، حيث ذكر المفسرون أن مناسبة هذه الآية لما قبلها أن اليهود اعتذروا عن إعراضهم عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بقولهم: نؤمن بما أنزل علينا، يعني المراد أنهم يكفرون بغيره، وهم في هذا العذر كأنهم يقولون إن شريعتنا لا تنسخ بغيرها. وقالوا أيضا إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وصف التوراة بأنها حق وأنه جاء مصدقا لها، فكيف يكون إذن شرعه مبطلا للتوراة؟ ولا شك هم أكثر الناس استخداما للتمويه والتزييف والتزوير والفبركة والإعلام وما يحدث اليوم في فلسطين وغزة منكم ببعيد، يموهون على الناس بما يسمونه البداء، وأن الله عز وجل يبدأه، وهو لزوم أن يكون الله تعالى غير عالم بما يحسن وبما لا يحسن، وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه ويبدل شيئا بشيء وشريعة بشريعة وآية بآية وما إلى ذلك. وقد ذكرت لكم في اللقاءات الماضية أن الله تعالى قد رد على عذرهم وفضحهم بأنهم ليسوا متمسكين بشرعهم أصلا، ليسوا متدينين أصلا، لم يؤمنوا بموسى أصلا، وقتلوا
معظم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى أصلا فضلا أن يتصلبوا في هذا الدين ويرفضوا غيره. وهذا عندما قلنا في الدروس الماضية عندما قال لهم الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، وقوله أيضا قل إن كانت لكم الدار الآخرة. وذكر سبحانه أنه لا داعي لهذه الدعوات عندهم إلا الحسد، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن هذا واقع كان موجودا، والآية هنا المقصود بها المعجزة، فهم كانوا يطلبون معجزات وكانوا يطلبون دلالات، والله عز وجل سبحانه وتعالى قد يأتي بمعجزة في زمن ما لنبي ما، ويأتي بمعجزة أخرى في زمن آخر لنبي آخر، فلا مشكلة من أن تتغير المعجزات والدلالات والكرامات والعلامات على صدق الأنبياء. ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ والإنساء كلاهما سنة كونية لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ينزل معجزة على نبي وينزل معجزة أخرى على نبي آخر، أو ينسي الناس معجزة ويذكرهم بأخرى، فالله عز وجل له الحكمة في ذلك، وهو كما قال في آخر الآية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ثم يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، من يملك السماوات والأرض ومن هو على كل شيء قدير، قادر على أن يغير المعجزة وأن يغير الدلالة وأن يغير العلامة وأن يغير أيضا الشرائع. إذا أخذنا المعنى المجازي لكلمة آية بما يتناسب مع الأقوام والبشر والإنسانية والعادات والتقاليد، وبما يتناسب مع الزمان والجغرافيا والسياسة، فالله عز وجل يقول في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن إذا أخذنا المعنى المجازي، الآية القرآنية أو التشريع السماوي، فهنا رد عليهم في ترويجهم منع النسخ، وأيضا تعليم للمسلمين أصلا من أصول الشرائع، وهو النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة وعلى أحكام بأحكام تبطلها من تلك الشريعة. ولكون هذا هو الهدف الأسمى، نلاحظ أنه لم يوجه الخطاب لليهود ووجه الخطاب إلى المسلمين، بدليل قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم. ذكر البعض أن لهذه الآية سبب نزول، فقيل نزلت لما قال اليهود ألا ترون أن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه. قد يكون. وفي القرطبي أن اليهود طعنوا في تغيير القبلة فقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولذلك هو يخالف بعضه بعضا. وكما قلت الآية أطلقت على المعجزة، وهذا المعنى الحقيقي لكلمة آية، لأنها دليل على صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وتطلق أيضا وهو المعنى المجازي على القطعة من القرآن، وهذا إطلاق قرآني. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ومن معاني الآية كما أسلفت في مقدمة الحلقة في كلام العرب هي الأمارة التي يعطيها المرسل للرسول ليصدقه الناس المرسل إليهم،
فقد كانوا إذا أرسلوا خبرا أو رسالة مع رسول أرفقوه بأمارة يسمونها آية تدل على صدق المرسل، لا سيما الأسير إذا أرسل إلى قومه أنه ليس آبقا وإنما قد تم عتق رقبته. أما معنى النسخ هنا، النسخ في اللغة هو إزالة شيء بشيء. قال الإمام الراغب هو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات لغيرها عوضا عنها. فنقول مثلا نسخت الشمس الظلة لأن شعاعها أزال الظلة وخلفه في موضعه. وكذلك أيضا نقول نسخت ما في الخلية من النحل والعسل إلى خلية أخرى. هذه كلمات الآن يمكن لا نستخدمها كثيرا لكن هي في أصل اللغة. وقد يطلق أيضا على الإزالة فقط دون تعويض، مثل أن نقول نسخت الريح الأثر لم يأتي بدلا منه. المراد من النسخ في هذه الآية هو الإزالة وإثبات العوض، والدليل واضح من نص الآية. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن إذا تبينت يا إخوة ويا أخوات حكمة نسخ الآيات، علم منها حكمة نسخ الشرائع بعضها لبعض، وهو الذي أنكره بنو إسرائيل وأنكروا كون الإسلام. قد نسخ التوراة وزعموا أن دوام التوراة مانع من الإيمان بالإسلام كما قالوا في الآيات السابقة نؤمن بما أنزل علينا. طبعا وهذا كذب وافتراء ودجل على أنفسهم وعلى جاليتهم على قومهم. والقرآن جاء كما تعلمون سورة البقرة في أول ما وصل المسلمون إلى المدينة بعد الهجرة، نزلت سورة البقرة لتفضح اليهود في المدينة بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة ومن ورائهم خيبر على اعتراضاتهم على الدعوة الجديدة. والنسخ على أحوال عدة، أولها مجيء شريعة لقوم مجيئا مؤقتا لمدة حياة الرسول المرسل لهذه الأمة أو لهذا القوم، فإذا مات النبي ارتفعت الشريعة كما في شريعة نوح وإبراهيم ويوسف وشعيب. فقد ذكر الله تعالى قوله ولقد جاءكم يوسف إلى قوله حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ويبقى الناس في فترة، وكان لكل أحد يريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريعة أو بعضها كما كانوا يتبعون شريعة إبراهيم. فإذا جاءت شريعة بعدها فليست الثانية بناسخة للأولى، ولكنها نسخ يخير الناس في متابعتها. كما إذا كانت عبس مثلا يجوز لها اتباع شريعة إبراهيم، فلما جاءهم خالد بن سنان بشريعته تعين عليهم اتباع. أما النوع الثاني من أنواع النسخ، أن تجيء شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها كشرع موسى، ثم تأتي بعدها شريعة ليست رافعة لها بأسرها، ولكنها ترفع بعض أحكامها وتثبت بعضها، وهذا كما في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه شريعة ناسخة في الجملة لأنها تنسخ بعضها وتفسر بعضها وتبقي بعضها. فالمسيح عليه الصلاة والسلام رسول نسخ بعض التوراة، وأما غيره فباق على أحكام التوراة في معظمها، فهو في معظمها مبين ومذكر ومفسر كمن
سبقه من أنبياء بني إسرائيل كأشعياء وأرميا وزكريا ودانيال وأمثالهم، فهو نسخ بواسطة رسول ثان لجزء من الشريعة السابقة. أما النوع الثالث من أنواع النسخ هو جيء شريعة بعد أخرى بحيث تبطل الثانية الأولى، بحيث انتهى، تعد تلك الشريعة باطلة، سواء الأحكام التي نصت الشريعة الثانية فيها بشيء يخالف ما في الأولى أم فيما سكتت الشريعة الثانية عنه، وهذا كما جاء في الإسلام بالنسبة لما تقدمه من الشرائع، فإنه رفع الشرائع كلها ونسخها بحيث لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتلقى شيئا من الشرائع السابقة فيما لم يتكلم الإسلام فيه، بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الفقه في الإسلام. إذن هذا معنى ما ننسخ، وشرحنا معنى آية، فما معنى أو ننسها؟ قرأها الجمهور بنون مضمومة وسين مكسورة، وهي كما قلتها ننسها، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ننسأها بنون مفتوحة وسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم ها. على قراءة ترك الهمز فهو من النسيان أو ننسها، يعني أنساها الله عز وجل للناس، وعلى قراءة الهمز المعنى أو ننسأها، يعني إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها، وكنا عن ذلك بالنسء. قوله نأتي بخير منها أو مثلها معناه أن هذين الحالين وهما النسخ أو النسء لا يفارقان حالين، وهما الإتيان في وقت النسخ أو الإنساء بشيء هو خير من المنسوخ أو هو مثله، فالمأتي به مع النسخ هو الناسخ من شريعة أو حكم، والمأتي به مع النسء أي التأخير هو ما يقارن الحكم الباقي من الأحكام النازلة في مدة عدم النسخ. نسمع إذن في الآية بخير منها أو مثلها. الخيرية والمماثلة عندما تسمعها تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادا، يعني أينما اتجهنا فهذا هو المراد، إذ الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس أو ما يدفع عنهم الضر أو ما فيه جلب عواقب حميدة أو ما فيه ثواب جزيل أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة. جاء بأو، نأتي بخير منها أو مثل، يفهم أن الصورة مشتملة على الخير والمثل معا، وإنما الخير منها أو المثل لها، فأو هنا مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع بينهما. إن مراد الله عز وجل في تلك الأزمنة هو واحد، وهو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحوالهم من الاختلال، إلى أن جاء بالشريعة الخاتمة والخاتمة، وهي مراد الله عز وجل من الناس، ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني تدرج الله عز وجل إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة فنسخ وبدل وجاء بأنبياء وتدرج مع شجرة البشرية إلى أن أصبحت ناضجة تستطيع أن تحمل رسالة السماء وأن تسير بها دون وجود أنبياء بعد النبي الخاتم. وبالتالي قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالشرائع كانت تتهيأ لأن تنزل الشريعة الخاتمة.
قوله عز وجل نأتي بخيرها هي إما إتيان تعويض أو إتيان تعزيز، ويعني أن الله عز وجل لم يترك الخلق في وقت سدى، وأن ليس في النسخ ما يتوهم منه ما قاله بنو إسرائيل البدأ أو البدأ. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يا الله، ما أجمل هاتين الفكرتين في نهاية الآية السادسة والآية السابعة، فهما مسوقتان لبيان حكمة النسخ والإتيان بخير أو مثله، وعلته لا شك قدرة الله عز وجل التي لا يشذ عنها ممكن مراد، ودليل على سعة ملكه سبحانه وتعالى المشعر بعظيم علمه، وعلى أيضا حاجة المخلوق إليه سبحانه وتعالى، إذ ليس لهم رب سواه ولا ولي دونه، وكفى بذلك دليلا على أنه يحملهم على مصالحهم في سائر الأحوال. الله يختار لك أيها الإنسان، الله يختار لك أيها الإنسان، خلق لك قبل أن يخلقك، أوجد كل شيء تحتاجه قبل أن يوجدك، بالتالي تواضع لله سبحانه وتعالى ولا تتكبر. والخطاب في ألم تعلم ليس المراد منه ظاهره الواحد، يعني المخاطب الواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو إما خطاب لغير معين على طريقة المجاز، تشبيه من ليس حاضرا للخطاب منزلة المخاطب، بحيث يصير مخاطبا لشهرة هذا الأمر، يعني ليعم كل مخاطب صالح له، ويشمل هذا اليهود والمشركين وضعاف المسلمين. الخيار الثاني، وإما أن يراد به ظاهره وهو واحد، فيكون المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود منه هو المسلمون، فينتقل من خطاب النبي صلى الله تعالى إلى خطاب عامة أمته من باب الكناية، والمقصد هو التعريض باليهود في الحالتين. ولا شك الاستفهام هنا استفهام تقريري على الوجهين، وهذا هو شأن الاستفهام الداخل على النفي، أي أنكم تعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأن تعلمون أنه مالك السماوات والأرض، وأنه مالك لما يجري فيهما من أحوال، فهو ملكه أيضا، كل شيء له سبحانه، فهو سبحانه يصرف الخلق كيف يشاء. وأيضا في هذا التعبير أن الذي يكون له ملك السماوات والأرض لا جرم أنه قدير على كل شيء، ولذا فصلت الجملة عن التي قبلها. وأيضا فيها توبيخ لليهود المنكرين لقدرة الخالق سبحانه وتعالى على أن يتصرف في خلقه كيفما يشاء. آيتان رائعتان جميلتان، ملخصهما أن من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وهو رأس هرم العقيدة الإسلامية، رأس هرم الإيمان، يكون عليه أن يؤمن بكل شيء دون ذلك. وهذا ما يجب يا إخوة كآباء وأمهات أن نزرعه في أذهان وقلوب أولادنا. إذا آمن ابني وآمنت ابنتي أن الله على كل شيء قدير، وأن الله ملك السماوات والأرض، خلاص
ما ذلك نسلم به جملة وتفصيلا. مثال هذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عند الإسراء والمعراج، ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج في هذا الشهر الحرام شهر رجب. عندما جاءته وفود مكة قالوا إن صاحبك يزعم أنه سئ به إلى المسجد الأقصى وعرج من هناك إلى السماء، مباشرة أبو بكر الصديق جاء بالقاعدة الإيمانية العقدية وقال إذا كان قد قال فقد صدق، أنا أصدقه بأكثر من ذلك، أصدقه أنه نبي يوحى إليه، أفلا أصدقه أنه أسري به إلى المسجد الأقصى؟ هذه القضية إخواني قضية منهجية عقلية. إذا آمنت بالكلية العقدية الكبيرة يكون بعد ذلك أن تؤمن بالجزئيات والتفرعات، وهذا ما أيضا لمحت له سورة النبأ عندما كانوا يتساءلون عن البعث، عن القضية التي أنكرها الكفار، عن الحياة الآخرة. الله عز وجل ذكر هذا ثم أثبت لهم أنه حق وأنهم يعيشونه من خلال النوم الذي قال أنه سباتا ثم يستيقظون بعده، فهذا موت ثم بعث أصغر، وأيضا من خلال النبت الذي يدفن تحت التراب ثم ينمو ويحيا بعد ذلك، وهذا أيضا دليل على البعث. أقف معكم إلى هذا الحد، ولنا لقاء إن شاء الله مع الآيات القادمة. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.